يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده والسادسه تحياتي لحضراتكم. المريخ والاهلي، الاهلي والمريخ طبعا حاضره في حلقتنا النهارده، وهنتكلم بالتفصيل وهطمن حضراتكم وهرد على كل الاشاعات اللي منتشره، مش هقول بس على السوشيال ميديا لكن للاسف شديد جدا في بعض وسائل الاعلام وخصوصا المواقع المعنيه بالاعلام الرياضي. اشاعات كتير جدا مش عارف ليه وازاي انتشرت قبل ساعات على موضوع نادي الاهلي وجاهزيته وجاهزيه الفريق لمواجهه المريخ. هنرد على ده كله النهارده بالصوت والصوره، مش بس بالكلام لكن بالصوت والصوره، وهناخدكم كمان لتمرينه النادي الاهلي والكلام في الاربع عن العالمي. طبعا امبارح ليله المفاجات، الليله اللي ما لعبتش فيها الارض مع اصحابها، الليله اللي اتكسرت فيها كل التوقعات اللي قالت انه المانشستر يونايتد عنده فرصه كبيره جدا وهو بيلعب على ارضه في وسط جمهوره في الاولد ترافورد ضد اتلتيكو مدريد ومحقق نتيجه تعادل ايجابي في اسبانيا. لكن الحقيقه امبارح دييجو سيميوني قدم مباراه كبيره جدا وقدر ان هو يتاهل على حساب اليونايتد في وجود مين؟ في وجود كتيبه هجوم ناريه. نتكلم على كريستيانو رونالدو، ادينسون كافاني، سانشو، راشفورد، ومن وراهم برونو فرنانديز، وبعدين بوجبا، وبعدين ماتا، وكل دول فشلوا في احراز هدف يتيم يمكن او يحافظ على امال اليونايتد في التاهل. ولكن الحقيقه اتلتيكو مدريد قدم مباراه تكتيكيه اكثر من رائعه امبارح وتمكن من التاهل على حساب اليونايتد، والسيناريو اتكرر كوبي بيست بين بنفيكا البرتغالي وبين اياكس امستردام، اللي برضو الحقيقه المباراه الاولى انتهت في البرتغال بنتيجه تعادل ايجابي 2-2، والجميع توقع انه اياكس امستردام في مهمه سهله. الكوره ما فيهاش توقعات وما فيهاش مواجهات محسومه مقدما، وقد كان بنفيكا من هجمه وحيده، خد بقى الكوره وخد الاستحواذ وخد صناعه الفرص وخد الهجوم والتسديد على المرمى، ولكن في النهايه بنفيكا تمكن من انه يحسم المباراه لصالحه بهدف وحيد. النهارده عندنا ثلاث مواجهات مهمه جدا، اثنين منهم في تشامبيونز ليج، واحده هتكون مع يوفنتوس وفيا ريال، والثانيه تشيلسي المغضوب عليه في مواجهه ليل الفرنسي. وفي الدوري الانجليزي مواجهه اعتقد كثير من المصريين هيتابعوها، هتجمع بين ليفربول والارسنال. خلينا نروح لحلقه النهارده واهم الاخبار والعناوين. الاهلي يواصل تدريباته ومسحه طبيه قبل مواجهه المريخ السوداني، والمنتخب يتدرب على فترتين قبل مواجهه السنغال في التصفيات المؤهله للمونديال. كارلوس كيلوش يجتمع بالجهاز الفني لحسم قائمه المنتخب، وتشيلسي يصطدم بليل الفرنسي في مواجهه قويه بدوري ابطال اوروبا. تعليقا على الانفوجراف بس، ليها معنى كبير جدا ان النادي الاهلي يكون في المركز الثاني على مستوى الانديه اللي بتشارك في دوري ابطال افريقيا اعتمادا على ولاده، ودي بالنسبه للاهلي حاجه كبيره جدا، لانه انت بتتكلم على اكبر نادي بس مش من حيث التاريخ والبطولات والارقام، لكن كمان كقوه اقتصاديه. بكلم حضرتك على ميزانيات، بكلم حضرتك على عوائد ماديه نتيجه فوز وتتويج ببطولات، بكلم حضرتك عن عوائد ماديه نتيجه بيع لاعبين او بس فضائي او رعايه، وبالتالي بتكلم على اريحيه كبيره للنادي الاهلي جدا في انه يستفيد بالامكانيات العظيمه دي في شراء صفقات. ورغم كده الاهلي هو النادي رقم 2 على مستوى القاره اللي بيعتمد على ابنائه بعد النجم الساحلي، والنجم الساحلي ممكن يكون مجبر او مرغم على ده نتيجه الى حد ما لضعف الامكانيات. لكن في النهايه تحسب الحقيقه لاداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي اللي بتشتغل الحقيقه على اعداد مواهب من قطاع الناشئين. خلينا نروح مع حضراتكم لاخبارنا، والبدايه مع ماتش المريخ. انا مش فاكر امتى، يعني حاولت ارجع بالذاكره، مش فاكر امتى كانت اخر مره كان في فاصل زمني بين ماتشين للنادي الاهلي 5 ايام. هو ده الحال في المواجهه اللي جايه ان شاء الله امام المريخ. لعبنا السبت قدام سان داونز، هنلعب الجمعه قدام المريخ بدون ما يكون عندنا ارتباط او التزام في النص، ودي كانت فرصه الحقيقه انه الجهاز الفني يدي راحه للاعبين 48 ساعه، اتمنى انها تكون ليها مفعول السحر في ومردود طبعا على مستوى اداء اللعيبه في ماتش الجمعه اللي محتاجين فيه انه الناس كلها تكون توب فورم، الناس كلها تكون في افضل حالاتها، فاعلى درجات تركيزها. والنهارده رجع الفريق مره ثانيه للتمرين واجرى مسحه النهارده الصبح، وان شاء الله باذن الله بعد التمرين هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الجمعه ان شاء الله اللي هتكون صعبه بكل المقاييس. انا شايف المباراه دي عنق زجاجه، مكسب الاهلي فيها يريحنا ويخلينا نروح او نقطع شوط كبير جدا في سبيل التاهل لدور الثمانيه.
كلام كتير انتشر على المواقع قبل السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا خلاص انا بعتقد انه منصات التواصل الاجتماعي كلها فقدت الى حد كبير مصداقيتها. الصفحات مجهولة الهوية إذا ما كانتش صفحات رسمية يعني ما بقيناش بنصدق أي حاجة بتتقال، لكن إنه يحصل على مواقع إلكترونية أو وسائل إعلام إلكترونية ده اللي ما كانش مفهوم، وخصوصا إنه عاري تماما من الصحة. كلام مثلا على سبيل المثال على غياب بيرسي تاو إصابة هيقعد فيها أسبوعين تقريبا، وفي ناس قالت أسبوع بعيدا عن المشاركة في مران الأهلي، وبالتالي هو خارج الحسابات في ماتش المريخ. طب تعالوا نروح لفاروق صلاح موجود داخل مقر النادي الاهلي وتابع التمرين، وننقل لحضراتكم من داخل ملعب التتش لقطات من تمرينه الفريق النهارده، ونطمن كمان على جاهزيه محمد هاني وكريم فؤاد. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايز اخد من كلامك زميلي احمد ان هي بالفعل مباراه عنق الزجاجه، واحده من اهم المباريات والمحطات الصعبه لفريق النادي الاهلي. بالمناسبه يعني كلام الكابتن الخطيب النهارده في اجتماعه مع اللاعبين، اللي اجتمع النهارده مع اللاعبين واتكلم على اهميه المباراه وانها عنق زجاجه، ايضا الكابتن سيد ابو حفيظ شدد على هذا الامر. مستر بيتسو موسيماني، اللعيبه نفسهم خلاص عارفين قيمه واهميه المباراه. يعني خليني في البدايه بقى، احنا بنتكلم زميلي احمد على التدريب النهارده، طبعا كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، اتكلم مع اللعيبه على نقاط مهمه جدا، اتكلم قال لهم انتوا بتلعبوا باسم النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي دايما ما بيبصش انا فزت بايه، جمهور النادي الاهلي بيبص يقول انا خسرت ايه. يعني اتكلم اللعيبه وقال لهم انتوا ابطال افريقيا، ان الموهبه اللي عندك علشان تشكر ربنا عليها لازم تطورها، ولازم تدي وتجتهد في الملعب علشان تقدر تشكر ربنا على الموهبه اللي هو اداها لك، والموهبه انك تكون موجود في النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لو انت خسرت بطوله مش هيقول لك انت بطل افريقيا في اخر نسختين، ولا ان انت واخد برونزيه كاس العالم مرتين، لا هيقول لك انت خسرت بطوله. فده كان معنى شدد عليه الكابتن الخطيب. ايضا الكابتن سيد ابو حفيظ لما اتكلم مع اللاعبين وقال لهم انتوا في اخر 4 سنوات لاعبين 6 نهائيات، نهائي قاري، 4 دوري ابطال افريقيا، و2 سوبر افريقي، لسه قدامنا مشوار طويل، المباراه مهمه جدا، طبعا دي نقاط مهمه جدا. الحديث الاهم والاكبر طبعا زميلي احمد بيرسي تاو. كتير جدا خلال ال 24 ساعة الماضية سمعنا أخبار تم تناثرها على وسائل السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بإصابة بيرسي تاو. بعض الأخبار قالت إن النادي الأهلي عمل له إشعة سونار أثبتت تمزق في العضلة الأمامية، وبعض الناس قال لك ده إصابة في القدم أخرى غير القدم اللي كانت مصابة، وست أسابيع وثمان أسابيع، ده الكلام اللي تم إثارته. لكن خليني أقول لك الخبر الأكيد واليقين في الوقت اللي أنا بكلمك فيه زميلي أحمد. بيرسي تاو بيشارك في التمرين الرئيسي بالتحامات بسبرنتات بكل الأمور. دكتور احمد ابو عبله نفسه اتفاجئ، قال انا اتفاجئت امبارح بالامس من كم المكالمات ومن كم الناس اللي بتسال على بيرسي تاو، مفيش اي كلام، وقال ان كلام تم يعني تاويل كلام على لساننا ان احنا عملنا اشعه. طب بالامس كان التمرين زميلي احمد، احنا رجعنا يوم الاحد من جنوب افريقيا. أيوة. كان يوم الاثنين كان الراحه الرئيسيه، بالامس كان استشفى، يعني ما كانش فيه سبرنتات ولا في اي امر في الملعب ولا في تمرين في الملعب، ده كان استشفى بسيط. لكن اتقال ان في ناس حددت الاشعه وحددت الاشعه اللي هتتعمل، قال لي في ناس قالت ان الاشعه هتتعمل بكره سونار تاني، وغالبا يعني قال الناس بتحدد الاشعه سواء اصابه او غير اصابه. لا هي اغلب المواقع والخبر اللي قريناه وتابعناه فاروق انه راجل عنده مزق في العضلة الأمامية، يعني أغلب المواقع ركزت على الجزئية دي، ومزق طبعا ده أقل فترة غياب فيها أسبوعين ثلاثة، وبعدين نتكلم في ممكن يرجع إمتى في التمرينات. لكن احنا شايفين على الشاشة بيرسي تاو بيتمرن مع الفريق النهاردة، وشايف معاه كمان محمد هاني، وشايف كمان محمود متولي. تكلمنا بقى على جاهزية الفريق بشكل عام لماتش المريخ، وعودة هاني وعودة متولي وجاهزيتهم وفرصهم في المشاركة في مباراة المريخ إن شاء الله يوم الجمعة. يعني خليني زميل احمد ااكد لك بنسبه 100% جاهزيه محمد هاني ان شاء الله للمباراه، جاهز للمباراه ومن العناصر ان شاء الله تكون اساسيه في المباراه. ايضا جاهزيه كريم فؤاد اطمنا عليه وبيشارك ايضا في التمرين الرئيسيه للنادي الاهلي. برضو بطمنك على محمود متولي، جاهزيته اصبح تحت يعني يخضع للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني في الاعتماد عليه في اي وقت يحتاجه مستر بيتسو موسيماني. من النقاط المهمه برضو عايز اطمنك على صلاح محسن، طبعا بعد حديثنا مع الدكتور احمد ابو عبله قال لنا ان صلاح محسن ان شاء الله عقب مباراه
خبرات الهلال هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. خلاص هو في المرحله الاخيره من برنامج التاهيل الموضوع لصلاح محسن. ايضا اكرم توفيق اللي الدكتور احمد ابو عبله بيتابع طبعا يوميا مع اكرم توفيق البرنامج التاهيلي اللي بيسير عليه. خلال ثلاث ايام هيتم طبعا انهاء كافه الاجراءات الخاصه بعمار حمدي اللي هيلتحق باكرم توفيق في احد المراكز الطبيه في الدوحه لاستكمال او بدء البرنامج التاهيلي. الحاله الفنيه الحاله البدنيه اللي جاهز عليها لاعب النادي الاهلي النهارده في التمرين بقول لك زميلي احمد لعيبه النهارده بتادي تدريب اكثر من مميز، تدريب رائع، اللعيبه خلاص مركزه في المباراه، مفيش اي اصابات الحمد لله. طمن على محمد هاني، طمن على كريم فؤاد، كل اللعيبه زميلي احمد جاهزين للمباراه باذن الله وتحقيق انتصار على فريق المريخ السوداني بمشيئه الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله يوم الجمعه، واثقين فيهم باذن الله قادرين على حسم المباراه في مواجهه انا اتوقع ان المريخ هيكون فيها في منتهى الشراسه، ومش هيكون السيناريو مشابه للمباراه الاولى اللي جمعت بين الفرقتين وانتهت بنتيجه 3-2. لكن ان شاء الله بتهيألي الراحه دي كمان فاروق هتفرق كتير مع لعيبتنا، وواضح كده من التمرين ان اللعيبه فايقه وجاهزه ومركزه، وان شاء الله يعني نحسم اللقاء ده لصالحنا باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح من داخل النادي الاهلي، ودي كانت تفاصيل التمرين. وشفتوا حضراتكم، شفتوا هاني، وشفتوا متولي، وشفتوا بيرسي تاو، ولا صحة على الإطلاق لكل الأخبار اللي بتسمعوها. أنا امبارح جالي الخبر الحقيقة، كنت بتفرج على الماتش بتاع مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، وفوجئت بالخبر. فأول حاجة سألت إيه المصدر؟ يعني توقعت إنها صفحة من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا. لقيت إنه لا، دي نازلة على مواقع إلكترونية، فقلت أتأكد من واحد تاني، فتحت واحد تاني نفس الخبر والناس بتأكد، وكأن المصدر هو الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي. فطبعا ابتديت اعمل، تواصلت مع الزملاء، الناس قالت لك لا احنا تواصلنا مع دكتور احمد ابو عبله. في حاله دربكه حصلت، في حاله بلبله، يعني المصداقيه والمهنيه والموضوعيه دي قاعده اساسيه مرتبطه جدا باسم اي وسيله اعلام انت بتروح لها، فبالتالي لابد من تحري الدقه. خبر زي ده ما كانش يجب على الاطلاق انه ينتشر بالشكل ده امبارح على المواقع الالكترونيه. طبعا خلينا نروح نكمل اخبارنا، اروح سريعا مع حضراتكم لمنتخب مصر. طبعا يعني بدايه طبعا مستر كارلوس كيروش ابتدى يتكلم في تفاصيل المعسكر اللي هيتم او اللي هيبدا يوم 21، اجتمع بالجهاز الفني واتكلم على راجل مشغول جدا بفكره حاله الاجهاد البدني والذهني اللي عند اللعيبه، ومتخوف من انه يكون ليها تاثير على المباراتين او المواجهتين اللي هتجمعها بالسنغال يوم 25 ويوم 29. فقرر انه يبقى كل يوم في شغل على فترتين، الصبح يبقى في تدريب او تمرينه كده خفيفه في الجيم مع تدريبات استشفائيه لكل اللعيبه، وبعد كده بالليل يكون في تدريب مسائي بقى، تدريب بالكوره يعني. واتكلم مع كابتن وائل جمعه عشان يطمن على كل الترتيبات الخاصه باللقاء، سواء ملعب المباراه، ملعب استاد القاهره، او الملاعب الخاصه بالتدريب. والنهارده بالليل هيكون في اجتماع بين مستر كيروش وكل اعضاء الجهاز الفني عشان يتم الاستقرار على القائمه النهائيه اللي هيتم الاعلان عنها خلال يومين يمكن، اعتقد بعد ماتشات، بعد مشاركات الانديه المصريه في بطوله افريقيا يتم الاعلان بقى على القائمه النهائيه. راجل كان اعلن قائمه مبدئيه سواء بالنسبه للاعبين المحترفين في الداخل او اللاعبين المحترفين في الخارج، وهيتم الاستقرار في اجتماع النهارده على الاسماء بشكل اخير عشان ان شاء الله باذن الله يبدا المعسكر يوم 21. كل التوفيق باذن الله لمنتخبنا. الاهم بالنسبه لي يعني مش شاغل بالي، واعتقد مستر كيروش واللعيبه والجهاز كله مش شاغلين بالهم بماتش العوده، كل تركيزنا يكون على ماتش القاهره. قادرين جدا 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 في ظل انه ملعبنا وجمهورنا حاضر في ملعب المباراه ان احنا نحسم النتيجه لصالحنا بسكور يطمنا ان شاء الله، لان انا متوقع ان مباراه العوده هتكون في منتهى الصعوبه. فوزنا هنا واريحيه الفوز كمان يريحنا قوي ويقلل الضغط والتوتر من عندنا ويصدره المنتخب السنغال. فالماتش اللي جاي ده مصيري، وبنسبه كبيره جدا لو حسبناه ان شاء الله باذن الله قادرين نوصل كاس العالم. افكركم بماتشات النهارده مره ثانيه، اليوفي في مواجهه فياريال هتكون مباراه الساعه 10 بالليل، وليل في مواجهه تشيلسي الساعه 10 بالليل، وكمان هيكون طبعا في ماتشات في الدوري الانجليزي جوله 27، برايتون في مواجهه توتنهام في تمام التاسعه والنص، وكمان مباراه هتكون جماهيريه واعتقد هتحظى بمتابعه كبيره جدا بين ارسنال في مواجهه ليفربول. اتمنى لحضراتكم ليله كرويه ممتعه، والتفاصيل هتكون معانا في السادسه في فقره الكره العالميه. طبعا هيشرفنا النهارده فاروق عصام، هتسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسه بعد الفاصل مباشره.
غياب طويل جدا لكل الانديه الايطاليه عن التتويج بلقب دوري الابطال، ويبقى ان اليوفي هو الممثل الوحيد المتبقي في المسابقه بعد خروج طبعا الانتر. اليوفي النهارده في مواجهه فياريال، هيكون معنا لقاء مع جان لوكا بيرتي حارس مرمى روما وفيورنتينا الايطالي السابق. بدايه طبعا اهلا وسهلا بك على شاشه الاهلي، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسه. امبارح كانت ليله خارج كل التوقعات. سعيد بتواجدي على قناة النادي الأهلي، وأتمنى حظ سعيد للنادي الأهلي في مباراة الجمعة القادمة في تشامبيونز ليج الأفريقي. كل الشكر ليك، ونروح للتشامبيونز ليج الأوروبي. امبارح كانت ليلة مفاجآت، ليلة خارج كل التوقعات. تمكن أتلتيكو من إقصاء مان يونايتد في الأولد ترافورد، وتمكن أيضا بنفيكا من إقصاء أياكس في أمستردام. هل تتوقع أن النهاردة يكون امتداد لامبارح وتكون ليلة المفاجآت، وإزاي شايف المواجهة بين اليوفي وفياريال؟ ما سارا una partita molto difficile. دعنا نتحدث عن مباراة اليوفي، ستكون مباراة صعبة جدا بالنسبة لليوفي، لكن أعتقد أن اليوفي يستطيع أن يمر من هذه المباراة، ولكن اليوفي سيعاني في هذه المباراة. حتى وإن تمكن يوفنتوس من إقصاء فياريال والانتقال للمرحلة المقبلة، هل شايف أن اليوفنتوس عنده القدرة على أن يكون منافس قوي على تحقيق لقب الشامبيونز ليج السنة دي؟ إذا فاز اليوفي هذا المساء على فياريال سيكون خطوته القادمة صعبة جدا، لأن نتحدث عن فرق عظيمة قد يكونون أعظم من اليوفي، ليس كتاريخ ولكن كمستوى وكأداء. اليوفي صعب الفوز عليه بدور الأبطال، دعني يعني أكون صريح. يعني شفنا في مواجهة بي اس جي وريال مدريد دروس مهمة جدا. بنتكلم على سكواد مدجج باهم نجوم العالم، كيليان امبابي، ليو ميسي، نيمار، دي ماريا، جان لويجي دوناروما وغيرهم، وماركو فيراتي طبعا وغيرهم من نجوم. واستطاع الريال انه يقصي فريق بيقال عليه انه منتخب العالم. ليه الفرق الايطاليه ما بتفكرش بنفس الاسلوب، او ما بتقدمش نفس المستوى في التعامل مع المنافسين الكبار على مستوى قاره اوروبا؟ في حقيقة الأمر في الأعوام الأخيرة الفرق الإيطالية تعاني معاناة كبيرة في البطولات القارية والبطولات الأوروبية. يجب أن توجه هذا السؤال إلى الاتحاد الإيطالي ومسؤولين الفرق الإيطالية. أتمنى أن نعود كما كنا في الواجهة في الأيام الماضية، لكن إيطاليا تعاني اقتصاديا ومن هذا تعاني رياضيا. بمناسبة الكلام على المباراة اللي جمعت بي اس جي وريال مدريد، خليني أسألك على رأيك في مستوى دوناروما في مشاركته مع بي اس جي، ورأيك كمان في الاتهامات اللي وجهت ليه بعد المباراة حتى في أوضة اللبس من بعض نجوم الفريق، انه كان السبب المباشر في خروج البي اس جي من بطولة الشامبيونز ليج. لا، قبل كل شيء لم يكن دوناروما السبب الوحيد في خسارة باريس سان جيرمان امام ريال مدريد، لكن دوناروما اخطا في الهدف الاول وكانت النتيجة 1-1. الفريق يجب أن يحاسب جميعا، ليس دوناروما فقط. دوناروما ليس 11 لاعب، يجب أن تحاسبه بوتشيتيني وباقي الفريق. كان إيه رأيك في موضوع انتقال جانلويجي دوناروما من اي سي ميلان لبي اس جي؟ كنت مع القرار أو كنت ضده؟ كنت شايف أنه من الأفضل لأنه يكمل مع ميلان أو يروح لنادي تاني في أوروبا؟ هذا سؤال يجب أن يوجه إلى جانلويجي دوناروما، لأن دوناروما كان كابتن فريق الميلان. لكن عودة إلى سؤالك، بالنسبة لرأيي كجانلوكا بيرتي، في الميلان كان من الممكن أن يفوز بالدوري، وكان من الممكن أن يصبح أيقونة في دوناروما، لكن واختار أن يذهب إلى باريس. لا أقول من أجل المال، ولكن هو اختياراته. لكنه أيضا الحارس الأساسي لمرمى المنتخب الإيطالي، ويهمكم جدا في إيطاليا الحفاظ على المستوى، والبعض بيرى أنه مستوى دوناروما وخصوصا في المنافسة مع كيلور نافاس قد تراجع بعض الشيء عن المستوى اللي كان وصله مع الميلان.
Ma Donnarumma è un giovane Donnarumma شاب ومستقبل حراس المرمى في إيطاليا. Sicuramente può anche sbagliare. وبالطبع حارس المرمى مثله كأي لاعب يستطيع أن يخطأ، كلنا نخطأ في هذه الكرة. لكن هو شاب ومباراة ريال مدريد كانت كبيرة عليه بعد الشيء، ومن هذه الأشياء قد ينضج وقد يجب أن تتعلم. شخصية دوناروما كانت ضعيفة بعد الشيء أمام ريال. هسيب اليوفي وهسيب دوناروما والميلان وهروح لروما. وقبل ما أسألك عن مواجهة روما النهاردة في الكونفرنس ليج أمام فيتسي الهولندي، يهمني أسألك عن تقييمك لتجربة روما مع مورينيو. إزاي بتشوفها؟ وهل بتعتبر أنها تجربة ناجحة ويجب استمرارها، ولا خروج أو خسارة روما للقب الكونفرنس ليج قد يؤدي إلى نهاية العلاقة مع جوزيه مورينيو؟ بكل تأكيد عندما جاء مورينيو إلى روما كنا نتوقع أشياء عظيمة يحملها مورينيو مع روما. كما ذهب دوناروما إلى بي اس جي توقعنا عمل الكثير، لكن مورينيو يعاني في سكوديتو في الدوري الإيطالي. هناك فرق أكثر أهمية وأقوى من روما، الإنتر ونابولي وميلان. مورينيو يجب عليه أن يعمل كثيرا وكثيرا وكثيرا من أجل أن يحسن من مستوى روما وأن يواجه هذه الفرق ويلعب على سكوديتو، يلعب على الدوري. سؤالي اللي جاي مش مرتبط بنادي في إيطاليا بقد ما هو مرتبط بمسابقة الكالشو. في فترة من الفترات كانت الأندية الإيطالية وكان الدوري الإيطالي هو قبلة كل نجوم العالم، ونقدر نعتبر أنه أعظم الأسماء لعبت في أندية إيطالية، بداية من مارادونا وصولا لبلاتيني، ميشيل بلاتيني، زين الدين زيدان، بافل نيدفيد، رونالدينيو وغيرهم طبعا، والنجوم الإيطاليين زي ديل بييرو وتوتي. النهارده أصبح النجوم في الدوري الإيطالي وفي الأندية الإيطالية مستهدفين بشكل كبير، لدرجة الإنتر تخلى عن لوكاكو وأشرف حكيمي، الميلان بيتخلى عن فرانك كيسي لصالح برشلونة. إمتى وإزاي تقدر الأندية الإيطالية تحافظ على نجومها؟ أنا أتمنى أن يعود الدوري الإيطالي إلى الواجهة كما ذكرت أنت هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء عندما نسمعها الآن نشعر بالأسى، لأن إيطاليا كانت الواجهة وكان أقوى دوري في العالم وكان واجهة النجوم الكبار كما ذكرتهم. لكن الآن الكل يتجه يلعب لإنجلترا ويلعب في إسبانيا ويلعب في ألمانيا، ولهذا لأننا لدينا مشاكل كبيرة، مشاكل اقتصادية من تجعل لاعبين يأخذون التجارب خارج إيطاليا. قبل ما نروح لمنتخب إيطاليا أسألك مين الأقرب لتحقيق لقب الكالتشيو الإيطالي في النسخة الحالية؟ سؤال كبير وعظيم بالنسبة لي. من وجهة نظري نابولي من وجهة نظري قد يعود وممكن أن يفوز، وأعتقد أن نابولي يفوز بالدوري الإيطالي. مفاجأة من جانلوكا بيرتي على الهواء. والأقرب لتحقيق لقب الشامبيونز ليج؟ ريال مدريد vincendo questa partita importante col Paris. فوز ريال مدريد بهذه المباراة أمام باريس سان جيرمان يعني أنه قد يكون المفضل لي وليفوز بهذه المباراة البطولة. المنتخب الإيطالي تحت قيادة مانسيني هل بتشوفه قادر على تخطي عقبة البرتغال في ظل تراجع مستوى الأندية الإيطالية؟ عندك حق، الأندية الإيطالية تعاني معاناة كبيرة، والجميع جميع جماهير إيطاليا وجميع الأشخاص في إيطاليا يصلون الآن، وبدأت الصلوات في إيطاليا من أجل أن تعود إيطاليا ومن أجل أن تفوز إيطاليا. للأسف موقف صعب وضعنا أنفسنا فيه، يجب على روبرتو مانشيني والفريق أن يعملون كثيرا من أجل الفوز في مباراتي البلاي أوف، وأتمنى أن تفوز إيطاليا وتصعد إلى المونديال. جان لوكا بيرتي بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه، وكل التوفيق الحقيقه للانديه الايطاليه والمنتخب الايطالي في مشواره لكاس العالم، واللي يهمنا مشوارنا احنا كمان في كاس العالم، عشان كده ناخد حضراتكم بقى في السادسه
لفقرة الجي بي اس ونروح نشوف أخبار محترفينا ومشاركتهم مع أنديتهم في الخارج عاملة إيه. البداية من إنجلترا، من ليفربول، النجم المصري المتألق متصدر قائمة هدافي البريمير ليج محمد صلاح، لعب في المباراة الأخيرة طبعا واللي علينا فيها قلبنا لمدة 65 دقيقة، وبعدين تم تغييره بداعي الإصابة. مباراة كانت في مواجهة برايتون، انتهت بنتيجة 2-0 لصالح ليفربول، وصلاح طبعا سجل هدف في المباراة من ركلة جزاء، وكان ليه 7 محاولات. كان خطير صراحة، يعني رغم انه هدف اللي سجله كان من ركلة جزاء، لكن الحقيقة كان ليه أكتر من محاولة خطيرة على المرمى، ويمكن القائم منع هدفين لمحمد صلاح كان يفرقوا معاه في سباق المنافسة على أفضل هداف. نجح في المراوغة مرتين ولمس الكرة 29 مرة وخسر الكرة 9 مرات، ونجح في تمرير 11 تمريرة سليمة من أصل 17 بنسبة دقة 65%. ليفربول حاليا بينافس طبعا على لقب البريمير ليج في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، والمباراة اللي جاية هتجمعه النهاردة إن شاء الله بإذن الله بالليل أمام الأرسنال في مواجهة من النوع القوي. الأرسنال اتطور كتير جدا السيزون ده مع أرتيتا وداخل في المربع الذهبي لبطولة البريمير ليج، فأعتقد إنها مواجهة هتكون مش سهلة أبدا على ليفربول. من ليفربول ومن إنجلترا نروح لتركيا، والبداية من إسطنبول. مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي، مهاجم جلاتا سراي، شارك لمدة 68 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة أمام بشكتاش في الدوري، وراح لعب في الكامب نو. عندنا لاعب مصري لعب مباراة رسمية في الكامب نو في مواجهة برشلونة، طبعا المباراة انتهت ب0-0، لكن في مواجهة بشكتاش المباراة دي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجة 2-1. معدل تقييمه في المباراة كان 7.4 درجة، وصنع هدفين في المباراة دي لفريقه، حاول 4 محاولات على المرمى وأهدر فرصتين. كان ليه 7 تمريرات سليمة من أصل 11 ولمس الكرة 35 مرة، نجح في 6 التحامات هوائية من أصل 12 وخسر الكرة 10 مرات. وجلاتا سراي حاليا بيحتل المركز ال 11 برصيد 38 نقطة، والمباراة المقبلة لجلاتا سراي هتكون مباراة العودة في تركيا في اسطنبول في دور ال 16 للدوري الأوروبي. نسيب مصطفى محمد ونروح لكريم حافظ، 2 أسماء اختارهم مستر كارلوس كيروش للقائمة المبدئية للمحترفين في الخارج. كريم حافظ بيلعب لمالاتاي سبور، شارك كأساسي ولمدة 90 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة أمام ألتاي سبور في الدوري، وانتهت بخسارة فريقه بنتيجة 1-0. تقييمه في المباراة كان 6 درجات، كان ليه 33 تمريرة صحيحة من أصل 39 بنسبة دقة 85%، لمس الكرة 57 مرة وخسر الكرة 12 مرة، أرسل عرضية وحيدة سليمة من 5 عرضيات، ونجح في التحام أرضي 1 من أصل 5 التحامات. مالاتاي سبور يحتل حاليا المركز 20 والأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ومباراة القادمة لفرقته هتكون أمام قاسم باشا في الدوري. أحمد ياسر ريان، وأيضا أحمد وقع عليه اختيار في القائمة المبدئية، شارك لمدة 14 دقيقة بس في مباراة فريقه الأخير ألتاي سبور أمام مالاتاي سبور في الدوري، والمباراة دي انتهت بفوز فريق أحمد بنتيجة 1-0. خد في المباراة دي كمعدل تقييم 6.8 درجة، وكان ليه محاولة على المرمى، محاولة وحيدة، لمس الكرة 17 مرة، لعب 10 تمريرات سليمة من أصل 12، وفرقة أحمد بتحتل حاليا مركز ال 17 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، والمباراة المقبلة هتكون أمام سيفاسبور التركي. من تركيا هنروح لألمانيا، عمر مرموش وتحديدا شتوتغارت الألماني. عمر بدأ في المشاركة أو في العودة بعد فترة غياب نتيجة الإصابة، ابتدى يلعب مع شتوتغارت. المباراة الأخيرة شارك فيها كأساسي، وشارك في 90 دقيقة المباراة اللي جمعت شتوتغارت بيونيون برلين. المباراة دي انتهت بنتيجة 1-1، ومعدل تقييم عمر مرموش كان 6.6 درجة في المباراة، محاولة وحيدة بس كانت ليه على مدار ال 90 دقيقة اللي شارك فيهم، لمس الكرة 43 مرة وخسرها 17 مرة، كان ليه 13 تمريرة سليمة من أصل 17 بنسبة نجاح 76%، وفاز ب 11 التحام أرضي من أصل 21 التحام، ونجح في 3 التحامات هوائية من أصل 4 التحامات. وشتوتغارت حاليا بيحتل المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، والمباراة المقبلة لشتوتغارت هتكون أمام أوغسبورغ في البوندسليغا.
نروح للسعوديه، وطبعا محترفنا احمد حجازي ما زال بيعاني طبعا من الاصابه اللي لحقت بيه في بطوله امم افريقيا، لكن مصطفى محمد قايم بالواجب والزياده الحقيقه في دوري، مصطفى فتحي قايم بالواجب الزياده في الدوري السعودي وقدم مباريات كويسه جدا مع فرقته الجديده فرقه التعاون. شارك مصطفى فتحي لمده 89 دقيقه في مباراه الفريق الاخيره في الدوري امام الفيصلي، والمباراه دي انتهت بتعادل بنتيجه 2-2، وكان مصطفى فتحي صناعه الفضل في صناعه هدف خلال اللقاء. تقييمه العام في المباراه كان 7.2 درجه ل 16 تمريره صحيحه من اصل 20 تمريره بنسبه دقه 80%، وكان ليه اربع تمريرات مفتاحيه ونجح في المراوغه مرتين من اصل 3 محاولات، وخسر الكره 10 مرات وكان ليه محاوله وحيده على المرمى. والتعاون حاليا بيحتل المركز 12 برصيد 25 نقطه، والمباراه المقبله للتعاون امام ابها بالدوري السعودي بشوفه واحد من اللاعبين الواعدين جدا، ولو نجح في انه يحافظ على تطوير مستواه لاعب يملك حلول الحقيقه وممكن يكون اضافه، واتمنى انه يكون موجود مع مستر كيروش في القائمه النهائيه اللي هيقع عليها الاختيار لمواجهه السنغال في مباراه محتاجين كل الامكانيات وكل العناصر اللي عندها حلول وعندها وممكن تكون مفاتيح لعب، واعتقد ان كلنا نتفق انه مصطفى فتحي واحد منهم. على كل الاحوال هنتكلم على مصر والسنغال والاهلي والمريخ، وهنتكلم على كمان الكره العالميه، ماتشات الشامبيونز ليج، مواجهه ارسنال ليفربول، كل ده مع حضراتكم في السادسة بس بعد الفاصل. ده كلام المديرين وتصريحات المديرين الفنيين في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة، سواء دييجو سيميوني اللي قدم مباراة كبيرة امبارح الحقيقة وأثبت أنه بالفعل يستحق أنه يكون من أهم الأسماء في عالم التدريب، وكلام طبعا رانجنيك مدرب المان يونايتد، وأنا يمكن بتفق معاه في جزء من الكلام اللي قاله، بس ما أعتقدش أن كل الأسباب اللي علق عليها أو الشماعات اللي علق عليها خسارة اليونايتد ممكن تبقى مقبولة لعشاء المانشستر، وخصوصا انك بتتكلم على اكتر من مليار دولار كانوا موجودين في الملعب امبارح، فشل ان هم يجيبوا هدف وحيد. مليار دولار فيهم اسماء زي كريستيانو رونالدو، زي سانشو، زي ماركوس راشفورد، زي دينسون كافاني، ومن وراهم بوجبا، ومن وراهم دخية، ومن وراهم ماجواير، ومن وراهم ماتا وبرونو فرنانديز، كل دول عجزوا على احراز هدف يتيم، وفين؟ في الأولد ترافورد، والمدرجات كاملة عدد إقصاء صعب جدا وقاسي جدا على اليونايتد، مشابه الحقيقة لما حدث في أمستردام ما بين بنفيكا وآيكس أمستردام. هنتكلم على ماتشات امبارح وأكيد النهاردة كمان مع ضيفنا صديقي العزيز فاروق عصام محلل كرة عالمية. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير أحمد، مبسوط إني معاك النهاردة. نور الدنيا. مبسوط إني معاك النهاردة، أهلا بيك. ماتشات امبارح الأرض لعبت ضد أصحابها، يعني لا أمستردام نفعت آيكس ولا مانشستر نفعت اليونايتد. يمكن كانت النتائج كلها خارج التوقعات، خصوصا مباراه مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد بسبب الحاله اللي عليها اتلتيكو مدريد الموسم ده. طبعا هو فرقه بطل اسبانيا وبيمثل اسبانيا في اوروبا، زي ما احنا عارفين ان دييجو سيميوني مدرب ممتاز جدا في الماتشات الاقصائيه او مباريات دوري خروج، مباريات خروج المغلوب. أيوه. على عكس الدوري السنه دي رغم انه متعادل على ارضه، يعني نتيجه برده نوعا ما ما تطمنش، لكن يمكن بعد شويه بعد الحته اللي لما لغوا الهدف بهدفين بقت الحظوظ متساويه. أيوه. مانشستر يونايتد نازل في ملعبه ومطالب بالتسجيل، يعني لانه كان مطالب بالتسجيل. أيوه. لو النتيجه 1-1 في القانون القديم مانشستر يونايتد مش هيبقى مطالب بالتسجيل على ملعبه، فممكن ما يفتحش خطوطه بالشكل اللي احنا شفنا عليه الملعب. لكن نرجع تاني لدييجو سيميوني، هو مدرب ممتاز جدا في المباريات دي وبيعرف كويس يتعب الفرق الكبيره، وشفنا امبارح ضد مانشستر يونايتد ازاي بيلعب بال11 لعيب كلهم ورا الكوره من بدايه المباراه لاخرها، ويمكن المنظومه الدفاعيه بتاعته ما اختلتش، ومانشستر يونايتد تساوى بفرق زي اوساسونا ورايفا، كانوا الفرقتين اللي ما قدروش يسجل اللي قدر يسجل عليهم اتلتيكو مدريد خارج ارضه. فسيميون لعب مباراه دفاعيه بشكل ممتاز جدا، على عكس مانشستر يونايتد اللي كان فيه مبالغه جدا في خروج خط الدفاع للامام، وكان شفنا في لقطه الهدفين اللي جم في هدف اتلغى في الشوط الاول والهدف الثاني كان فيه تقدم زياده عن اللزوم، يمكن فكرنا بدفاع ليفربول الحالي مع يورجن كلوف والهاي لاين اللي معمول من ماجواير اللي هو المدافع البطيء شويه في الارتداد. فلو مش شويه ده بطيء كتير جدا. واخطائه انا بستغرب الحقيقه، يعني صفقه بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا. ده مشكله من مشاكل مانشستر يونايتد في الصفقات والتعاقدات اللي كانت خاطئه منها ماجواير. فانت عندك مدافع بطيء جدا بالشكل ده، ما ينفعش تلعب هاي لاين ودفاع متقدم، لان لو خرج في كوره واتلعبت هجمه تمريره من وراه مش هيقدر يرجع يرد. ولو رجعنا تاني لقطه الهدف هنلاقيها كربونه من اخطاء ماجواير، بيتقدم بشكل مبالغ فيه، بيرجع ارتداد بطيء جدا، بيضطر فاران ودالوت يغطوا مكانه، فبتفتح مساحات كبيره. رينان لودي بيجيب هدف، هو ظهير ايسر
بيجيب هدف من راسيه داخل منطقه الست يارد. طبعا ده يعني احنا جايين نهزر مهازل دفاعيه في مانشستر يونايتد. بص انا طبعا مع جدا جدا الكره الهجوميه، يعني انا ما بحبش الماتشات اللي مقفوله والفرق اللي بتلجا للدفاع، احب ان كل واحد يلعب جيم مفتوح وتبقى فيها دي متعه الكوره. لكن الحقيقه امبارح انا استمتعت بالكره الدفاعيه اللي بيقدمها دييجو سيميوني مع اتلتيكو مدريد. طبعا يعني اذا حد عايز يعرف ازاي تدافع بفن، ازاي تدافع بجماعيه بفهم بتكتيك، ازاي تطلع من حاله الدفاع للهجوم، اتفرج على ماتش امبارح وتتعلم كتير قوي من اتلتيكو مدريد. استحضرني كده تصريح لكيران تريبير اللاعب السابق في اتلتيكو مدريد اللي انتقل لنيوكاسل، كان خارج قبل المباراه كان في البي بي سي، كان عامل معاه حوار، قال ان دييجو سيميوني مدرب مهووس بكره القدم، بيكلمني وانا نايم بالليل في الفجر ويكلمني على كره القدم ويقول لي انا مطلوب مني اعمل ايه بكره، بقول له طب ما احنا هنيجي ونتقابل في الملعب. لا بيتصل بيه الفجر وهو صاحي الفجر بيفكر في المباراه، فده يدل لك قد ايه هو مدرب فعلا مهووس بكره القدم، وبيقول لك ان هو على خط على الخطوط في المباراه زيه بالظبط زي الحماس اللي موجود عليه في التدريبات، فهو مدرب تتوقع دييجو سيميوني الموسم الجاي يكون في نادي تاني غير اتلتيكو مدريد؟ والله في كده نبره بتقول ان هو خلاص، يعني في تشبع شويه ما بين اللعيبه في اتلتيكو مدريد وافكار سيميوني، وخصوصا ان هو حاليا اغلى مدرب موجود على مستوى العالم ب 43 مليون في السنه، حتى اغلى من جوارديولا. وزي ما قلنا قبل كده اتلتيكو مدريد بيستثمر في المدرب ما بيستثمرش في اللعيبه، يعني هو المشروع دايما في الفرق ممكن على لعيبه او مدرب، لكن اتلتيكو مدريد بالنسبه له المشروع هو مشروع دييجو سيميوني اللي بيقدر بفرقه نقدر نقول ما بتنافسش كاسكواد برشلونه وريال مدريد، لكن قدر ياخد منهم 2 لقب دوري وقدر يحط اتلتيكو مدريد على مدار 10 سنوات في القمه، وزي ما هو قال في المؤتمر الصحفي ان اتلتيكو مدريد موجود ضمن افضل 8 فرق في اوروبا. ماتش اياكس وبالنسبه لك وبنفيكا كان نتيجة مقبولة ولا كانت برضو مفاجأة زي المباراة الأولى؟ مفاجأة كبيرة. احنا لو صحضرنا لو عرضنا الإحصائيات بتاعة المباراة ولغينا أسماء الفرقتين مستحيل نقول ان الفرقه اللي احصائياتها ب 16 تصويبه على المرمى مثلا هي اللي خسرت مقابل فرقه ثانيه 4 تصويبات منهم. طب ما تيجي نشوف المقارنه في الماتشين ونشوف الارقام بيعكسوا النتيجه اللي انتهت ليها الماتشين ولا لا؟ لا خالص يلا. خالص في الماتشين الارقام ما بتعكسش. نبتدي باليونايتد واتلتيكو. خلينا نبتدي باليونايتد واتلتيكو مدريد. طبعا اتلتيكو مدريد فاز بهدف دون رد، الاستحواذ 60% لمانشستر يونايتد، طبعا كان متوقع ان دييجو سيميوني وعمل كل حاجه في الكوره ما عدا احراز الاهداف. كان متوقع ان دييجو سيميوني يسيب الكوره للخصم لانه بيدافع زي ما قلنا بال11 لعيب ورا الكوره. التصويبات على المرمى 11 من مانشستر يونايتد، 5 تصويبات منهم بس على المرمى مقابل 8 تصويبات لاتلتيكو مدريد، 3 منهم على المرمى. انقاذ الحراس 2 منهم 5 الاوبلاك، وتصديات عظيمه جدا عملاق، يعني اوبلاك عملاق كان له دور كبير جدا. يمكن هو المستوى مهتز شويه الموسم ده لكن كان في المباراه امبارح كان رائع بصراحه، من اهم اسباب الفوز. تمريرات طبعا نسبه 83% لمانشستر يونايتد، 74% لاتلتيكو مدريد. عدد التمريرات قليل جدا من جانب اتلتيكو مدريد مقارنه بمانشستر يونايتد، في اكثر 150 تمريره فرق. المراوغات 64% مراوغات ناجحه لمانشستر يونايتد ومقابل 71%. العرضيات 13% عرضيات، وده رقم قليل جدا جدا من مانشستر يونايتد، 3 عرضيات بس اللي ناجحين لمانشستر يونايتد من 23 عرضيه مقابل 63% نجاح لاتلتيكو مدريد، منهم العرضيه اللي دخل منها الهدف. الركنيات 5 لمانشستر يونايتد بلا استثمار مقابل 2 لاتلتيكو مدريد. طيب نروح لماتش اياكس امستردام وبنفيكا، وبرده المباراه دي كانت انتهت في البرتغال بنتيجة 2-2 تعادل إيجابي. فكان نوعا ما أياكس على ملعبه يا جماعة، فرق أياكس على طول يمشي من عنده مهما يمشي أسماء ونجوم، خدوا كده في الموسمين ثلاثة الأخرانيين كم نجم كبير اتنقل من أياكس أمستردام وراحوا أهم الأندية في أوروبا، وما زالت الحقيقة الفرقة عندها قدرة على إفراز مواهب جديدة. صعب قوي إنك تقبل إنه يخسر من بنفيكا كمان، يعني ممكن أقبل ده إنه يخسر مثلا من سيتي على ملعبه، يخسر من ليفربول على ملعبه، يخسر من بي اس جي على ملعبه، لكن يخسر من بنفيكا على ملعبه وهو متعادل 2-2 كانت برضو واحدة من المفاجآت. نروح لأرقام يا فاروق. بنفيكا قدر يكسب 1-0 براسيه لداروين نونيز من خطا من الحارس الكاميروني اونانا في للخروج في كره عرضيه. الاستحواذ يعني 31% للفريق الخسران مقابل 69% لاياكس. طبعا عدد التصويبات 16 تصويبه منهم بس 2 على المرمى، ورغم كده الفريق اللي صوب تصويبه واحده على المرمى قدر منها يسجل الهدف الوحيد. انقاذ الحراس مفيش ولا انقاذ لاياكس، انقاذين لحارس بنفيكا. نسبه التمريرات 84% مقابل 65%. لو شفنا عدد التمريرات 596 تمريره
تمريره لاياكس مقابل 277 تمريره مرتين ونص يعني ده 2 ونص يعني تقريبا حوالي 60% من المباراه رايحه للاياكس. المراوغات 48% نسبتها مقابل 33. العرضيات 11 عرضيه صحيحه بنسبه 29% لاياكس و57% لبنفيكا. والركنيات 10 ركنيات لاياكس ما قدروش يستغلوهم مقابل 4 ركنيات. ويمكن الماتشات امبارح الاثنين مدربين او ماتشات الدور ثمن النهائي الاثنين مدربين المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد سواء ماوريسيو بوتشيتينو او تنهاج خرجوا من الاثنين باي باي. يمكن سواء شويه لما خرج بوكيتينيو من ريال مدريد ضد ريال مدريد قالوا ان هو استبعد من تدريب مانشستر يونايتد بعد الاخفاق الاخير لان مانشستر يونايتد مش حمل يجيب مدرب بيمر باخفاق فقالوا تنهاج هو المدرب المرشح. بص هقول لك حاجه لاحظ كده معايا القصه في بي اس جي مش قصه مدير فني يعني كان عندهم اوناي امري وفشل ومشي ده الكلام اللي قلناه الريمونتادا بتاعت برشلونه لما خسروا بخمسه في فرنسا وراحوا كسبوا سته في برشلونه. توماس توخيل مشي من عند بي اس جي خد الشامبيونز ليج مع كارلو انشيلوتي واحد من انجح المدربين في تاريخ اوروبا وحاليا بوتشيتينو يعني اعتقد ان القصه عندهم مش قادرين يفهموا انها مش ابدا اسم المدير الفني هيجيبوا زيدان لا قصة فيها تفاصيل تانية كتيرة جدا ومش قصة أسماء لاعبين برضو يا فاروق. لا وأي مدرب بيظلم نفسه لو راح درب مجموعة كبيرة من النجوم أنا ممكن أدرب فرقة فيها نجم أو اتنين نجوم اللي احنا بنتكلم عليهم ميجا ستارز لكن ما ينفعش أدرب فرقة في كل خط فيه اتنين تلاتة ميجا ستارز موجودين ده بيأثر على لأن احنا شفنا في ضد ريال مدريد في ثلاثي في الأمام قال لك ثلاثي أي دونت كير اللي هو الثلاثي أنا مش مهتم بأي حاجة أنا لا بضغط ولا برجع دافع ولا ليا أدوار دفاعية والمدرب لم هيطلب من ميسي يدافع ميسي يعني احنا شفنا الصدمات اللي كانت في البدايه ما بينه وما بين بوتشيتينو لو ما خرجوا في مباراه وبوتشيتينو تعرض للانتقاد كبير من الصحافه الفرنسيه اللي هي دلوقتي بتنتقد ليونيل ميسي والجماهير اللي صفرت صفرات استهجان في مباراه بوردو اللي بسبب على نيمار وميسي رغم ان هم ما صفروش صفرات الاستهجان دي على امبابي ودي كانت محاوله منهم لارضاء امبابي ان هو يجدد لكن هيهات يعني امبابي خلاص اعتقد حسم قراره بالانضمام لريال مدريد. في اخبار عن الصفقات اللي من عرض تقيل في الميركاتو اللي جاي؟ اكيد الميركاتو اللي جاي فيه صفقات كبيره جدا يمكن صلاح هو المتصدر المشهد في الميركاتو في انجلترا. برشلونه صفقه صلاح متوقف على صفقه ايرلينج هالاند. النهارده صحيفه سبورت اتكلمت ان تشافي مرحب جدا بانضمام محمد صلاح لبرشلونه واعتقد صلاح كمان بيحلم باللعب في برشلونه ولكن الصفقه الاهم بالنسبه لبرشلونه الصفقه الاهم بالنسبه لاخوان لابورتا هو ايرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند واعتقد ان برشلونه بعد ما تحدد لها سقف انفاق 144 مليون بس على الرواتب والميزانيه النادي هيكون صعب جدا تعاقد مع اثنين لعيبه خصوصا ان صلاح طلب مبلغ كبير جدا انت عندك معلومه سبوتيفاي؟ لا. طيب برشلونه هتوقع اتفاق تم وانتهى لكن لم يتم توقيع العقود لكن اتفاق المعلومه اللي عندي ان اتفاق تم رسمي ان سبوتيفاي هترعى برشلونه في مقابل 231 مليون يورو فده ممكن يبقى يعني عامل مؤثر جدا وحاسم جدا في صفقه من العائد التقيل زي صفقه صلاح لو فكروا يضموا معاه حد تاني. هو العائدات اللي جايه لبرشلونه مع خوان لابورتا كبيره جدا لو شفنا لو اتكلم هو خوان لابورتا ان هو هيبيع بارسا ستوديو هيجيب له 350 مليون ولكن الاتفاقات دي كلها لسه لحد دلوقتي ما توقعتش فمقابل ده الليجا ما قدرتش تفتح لهم سقف الانفاق على عكس ريال مدريد اللي سقف الانفاق بتاعه الليجا حددته ب 760 مليون ففرق كبير جدا ما بينه وما بين برشلونه ده ممكن يأهل ريال مدريد ان هي تتعاقد مع اثنين لعيبه من العيار الثقيل كيليان امبابي ده اعتقد ان هو صفقه محسومه بالنسبه لريال مدريد واللاعب الثاني اعتقد ان هو ما بين روبرت ليفاندوفسكي وايرلينج هالاند وهتبقى سيزون يعني اعتقد ان هو سيزون قادم صعب جدا. هالاند غالبا بنسبه كبيره جدا في السيتي يمكن الاعلام الانجليزي رايح لمانشستر سيتي وحتى والد اللاعب بيختار مانشستر سيتي وهو عايز يلعب في السيتي مع بيب جوارديولا هو عايز يلعب في انديه كتير بس انا شايف ان هو هالاند يعني حاليا بيتكلموا ان هو بيختار المشروع وبيختار المدرب قبل الفلوس لكن واحد معاه وكيل اعمال ومينو رايولا اعتقد ان الفلوس بالنسبه له هتبقى رقم واحد لان مينو رايولا بيفضل المصلحه الماديه بالنسبه للعيب بتاعه عن المصلحه المشروع الرياضي فاحنا بنتكلم السيتي هو النادي الوحيد اللي بيقدم الاثنين عايز ده وعايز ده الاثنين يمكن بس لو اتحسم موقف بيب جوارديولا من سواء هيجدد او هيكمل مع مانشستر سيتي او هيرحل عن مانشستر سيتي هي اللي هتحدد بنسبه كبيره جدا ايرلينج هالاند اللي هو برضو عنده حلم اللعب لقطبين الكره الاسبانيه بس هي ما بين الثلاث انديه مانشستر سيتي ريال مدريد او برشلونه اسم صلاح مرتبط عايز اقفل صلاح مرتبط بحاجه ثانيه غير بارسا ولا بارسا هو الاقرب لو
ما نجحتش المفاوضات مع الليفر. هو صلاح حاليا وكيل اعماله بالتغريدات اللي بيكتبها والتعليقات اللي بيعلقها على تصريحات يورجن كلوب يمكن بيجذب المهتمين شويه بمحمد صلاح، واعتقد محمد صلاح حاليا كلاعب كوره هو يجذب اي نادي. بس مين انديه على مستوى العالم تقدر تتعاقد مع محمد صلاح؟ مين انديه؟ نستبعد الانديه الايطاليه بشكل كبير طبعا. جدا ما يقدروش على الراتب صلاح طالب. والمانيا برده ما بيدفعوش 500,000 يورو. يمكن المانيا فيش غير بايرن ميونخ، وبايرن ميونخ معروف في عينه اللعيبه اللي بيجيبها مش هيدفع الصفقات. احنا بنتكلم في ريال مدريد او برشلونه، اعتقد النادي اللي هيدخل في صلاح بقوه على حسب حسم صفقه كيليان امبابي هو باريس سان جيرمان. لكن انا لو 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 مكان محمد صلاح، او لو من الاشخاص اللي بيقدروا ينصحوا محمد صلاح، مش هنصحه بالانضمام لباريس سان جيرمان، لان مهما كان باريس سان جيرمان انضم له ليونيل ميسي، لكن ما قدرش باسم ليونيل ميسي وحجم ليونيل ميسي يجذب الجماهير لمتابعه الدوري الفرنسي. السيزون ده بيكتب نهايه حقبه مرحله ميسي ورونالدو. يمكن رونالدو مفروض عمليا واقعيا الراجل 37 سنه قدم كل حاجه في الكوره، بقى افضل هداف في تاريخ الكوره، ويمكن هو شفنا امبارح في المباراه بيعمل مجهود بدني. لكن ميسي 34 سنه، لعيبه غيره في السن ده، رونالدو في مكانه في السن ده كان بيبدع ويتالق. فميسي غريبا هو، بس هو ده كان متوقع من ليونيل ميسي، لان ليونيل ميسي يمكن في التدريبات شويه ما كانش عنده الحده طوال شبابه، ان هو ما كانش عنده الحده اللي هي تاهله ان هو يقدر يكمل بعمر طويل في الكوره. فاعتقد ان هو خلاص بقى واضح جدا ان هما الاثنين على مستوى الصفه في اوروبا هيبقى صعب جدا الموسم الجاي. الاقرب في حاله رحيل صلاح كبديل جنابري، سمعت انا يعني جنابري من بايرن ميونخ، ولو تارو مارتينيز من الانتر. يمكن اعتقد لو تارو مارتينيز اسم بيطرح من فتره طويله جدا بالنسبه ليورجن كلوب، لكن انا اعتقد ان الاسم اللي قادر ياخد مكان صلاح وبنسبه كبيره قدم نفسه بشكل جيد جدا في المباريات الاولى مع ليفربول هو لويس دياز، الجناح الممتاز جدا، الجناح الكولومبي الممتاز جدا، يعني بيقدر يلعب يمين، بيقدر يلعب شمال، بيقدر يلعب في العمق، هو لاعب مميز جدا. فاعتقد ان هو ليفربول حتى تعاقد معاه عشان مساله تجديد مبابي وتجديد عفوا ساديو ماني وصلاح، لويس دياز شويه كده تهديد. صلاح لويس دياز جاي عشان ساديو ماني، بس هو لو صلاح خرج من ليفربول هو لويس دياز هيقدر مع التعاقد مع اعتقد مع بوين لاعب ويست هام اللي كان المفروض هينضم ليفربول في انتقالات يناير، لكن ويست هام ما فرطوش فيه، فهو في الصيف اعتقد صفقه مؤجله بالنسبه لليفربول. هو جناح ممتاز جدا بيقدر يلعب مكان صلاح، لكن الجناح اللي هيبقى اساسي هو لويس دياز. طيب اروح معاك لماتشات النهارده، عندنا مواجهتين في الشامبيونز ليج ومواجهه في الدوري الانجليزي. تعال نبتدي بالشامبيونز ليج سريعا جدا كده، ريال فيا ريال في مواجهه اليوفي، والمغضوب عليه تشيلسي يعني اللي مره واحده يعني يغير الله من حال الى حال. طبعا من حال ده عقود رعايه بتتسحب وعقوبات بتتفرض ومش عارف ايه وصفقات بتتضرب ولاعيبه عايزه تهرب، وتشيلسي في مواجهه ليل الفرنسي في ماتشين في الشامبيونز ليج النهارده. خلينا نتكلم عن تشيلسي اللي بيمر بازمه غريبه مفاجاه جدا. هو يمكن الازمه في تشيلسي وجماهيره ان هي كانت مفاجاه بالنسبه لهم، قرار الحكومه البريطانيه اللي اتاخد من رابطه الدوري الانجليزي بعزل ملكيه الملك الروسي رومان ابراموفيتش من تشيلسي ده. وبعد كده مش يعني هو ما كانش عزل فقط، ده كان عزل وتجميد حسابات بنكيه وصايه وفرض وصايه على النادي، لدرجه ان النادي نفسه عنده ازمه في التنقلات، لدرجه ان المدرب توماس توخيل خرج في مؤتمر صحفي قال انا لو ما قدرتش اوفر طياره اسافر بيها الليل هسافر بالقطر، لو ما قدرتش اسافر بالقطر هاخد عربيه سبعة اسافر ماشي هاخد عربيه اقودها انا بنفسي واخد الميكروباص من على الاوتو. ايوه هو قال كده فعلا، احنا ما بنهزرش، وقال كده لان في تجميد حسابات لنادي تشيلسي وصايه ماليه. لكن رغم كده تشيلسي بيقدم ده كمان عروض. شركه الملابس الرياضيه اللي بترعى قطعت عقد الرعايه ليها والمعلنين على القميص النادي اعلنوا سحب. ازمه كبيره، واعتقد ان يعني الحكومه البريطانيه او رابطه الدوري الانجليزي لما اتخذت قرار زي ده هياثر بشكل كبير جدا على حجم الاستثمارات بعد كده، لان احنا عارفين ان ملاك الانديه الانجليزيه كلهم اجانب، فلما تاخد قرار بصرامه دي في وقت زي ده وتربك حسابات نادي كبير زي نادي تشيلسي هياثر بعد كده على رجال الاعمال الصينيين، على رجال الاعمال اللي داخلين الامريكان اللي داخلين يشتروا الانديه، خصوصا ان تشيلسي دلوقتي معروض للبيع وفي مهله لحد يوم الجمعه الجاي نشوف الملك الجديد، اللي هو بيقال انه في عرض امريكي قوي جدا من جونسون اللي هو وريث عائله جونسون الشهيره في امريكا، وهو كان السفير السابق في انجلترا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. سمعت ان في عرض مصري او يعني
يعني كانت كده كلام يعني يمكن كان في اكتر من عرض وفي اكتر من كلام، لكن هو العرض الجدي حاليا هو العرض الامريكي لشراء نيتشيزن 2 مليار. انها ازدواجيه المعايير يا عزيزي ايمن طبعا، يعني طبعًا. موقف الحقيقه بيكشف قد ايه في ازدواجيه في المعايير دايما. انت لا مفيش خلط بين الرياضه والسياسه، واي حد بيعمل تعبير او تصريح او بيعمل اشاره او بيعمل حتى التيشر بتاعته دفاعا مثلا على قضيه فلسطينيه بتجد عقوبات، وبتجد ناس بتستنكر، وبتجد ناس بتشطب وبتمنع. ولكن طبعا يعني لما بيجي لا حاليا مباريات البريمير ليج كلها يعني في تصدير رساله معينه عايزه تتوجه أي. وحتى استوديوهات سكاي واستوديوهات البرامج الشهيره في انجلترا بيتوجه منها رسائل بعيده تماما عن الرياضه. وطبعا دلوقتي ظهر فيا ريال اليوفي، مين اقرب من وجهه نظرك؟ والله اليوفي غريب وعجيب الموسم ده، يعني ممكن مباراه يبقى يكسب 3 و4 وممكن اغلب المباريات يبقى في مستوى سيء جدا. هو هيتحدد لما نشوف اول 10 دقائق ونشوف شكل يوفنتوس دايما. أوكي. انا في مباراه يوفنتوس الموسم ده بحب اتفرج على بدايه المباراه واقول لك يوفنتوس هيقدر يكسب المباراه دي او مش هيقدر يكسب. مع أليجري المتساوي متذبذب جدا، لكن اعتقد ان الفرصه في دوري الابطال انت واجهت فيا ريال، ففرصتك ان انت تتاهل مثاليه بالنسبه يعني. وفي مواجهه تشيلسي وليل يمكن نتيجه مريحه في الذهاب 2-0، فرق هدفين بالنسبه لتشيلسي. ليل هيبقى خصم متعب بالنسبه لتشيلسي، احنا اتكلمنا عن ملعبه وجماهيره، جماهير عنيفه جدا في فرنسا ومعروفه، لكن اعتقد تشيلسي هيتاهل يعني. نروح للبريمير ليج، مواجهه منتظره من فرقتين كبار، حتى وانت راجع مستوى الارسنال في الفتره الاخيره او في السنوات الاخيره يعني، وانا كنت في فتره مفكره كنت يعني اي ماتش للارسنال في اي مسابقه لازم اتفرج عليه، كانوا واحد من اكتر الفرق اللي بتقدم كره جيل تييري اونري وبييراس وباتريك فييرا. والسنه دي يبدو انه استعاد جزء من قوته، يعني ارتيتا عامل شغل وصين اعتقد مركز رابع دلوقتي. مركز رابع واخر اخر 5 مباريات ب5 انتصارات. يمكن المدربين الاسبان اعتقد هم بقى لهم فتره المدربين القادمين في اوروبا. يعني احنا بنتكلم من بدايه كده من بيب جوارديولا، بعديه لويس انريكي، 2 مدربين عظام جدا. شفنا تشافي وافكاره العظيمه جدا في تغيير برشلونه وتغيير الاداء ورجوع برشلونه تاني لقوته وهيمنته على الكوره وعلى الملعب. ارتيتا اثبت بما لا يدع مجالا للشك بصراحه ان هو مدرب قادم وبقوه في عالم الكره الاوروبيه، لانه مسك فرقه بصراحه كاسكواد هي من اضعف الفرق الموجوده في السداسي المتصدر او السداسي القمه في الدوري الانجليزي. حتى بالنسبه لي انا اضعف من سكواد توتنهام او اضعف من قائمه اللعيبه اللي موجوده في توتنهام، لكن هو قدر كان في تذبذب شويه في المستوى الموسم اللي فات، لكن هو قدر الموسم ده يثبت وجوده جدا، قدر يكون فريق من اللعيبه الشابه في حماس في طموح. هيتعب جدا ليفربول النهارده. يمكن ليفربول طبعا مباراه كريستال بالاس ونتيجه مانشستر سيتي وتعثره ضد كريستال بالاس كانت هتزود الدوافع جدا بالنسبه لليفربول ويورجن كلوب، اللي في حاله الفوز هيبقى فارق نقطه واحده مع مانشستر سيتي، وبالنسبه لهم معركه ابريل اللي ما بينهم في ملعب الاتحاد هتبقى شرسه جدا. لكن ارسنال هيبقى خصم صعب جدا، ولكن مؤخرا كده ليفربول كان بيتفوق على ارسنال بسهوله يعني. وحتى صلاح كان من الفرق المفضله بالنسبه له في الدوري الانجليزي في ارسنال، بس انا اتمنى من صلاح بشكل شخصي في المباراه دي لو في اي كدمه او في اي اصابه ما يشاركش او على الاقل يبقى بديل. لان الماتشين اللي جايين للمنتخب بصراحه ويبعد عن اي احتكاك ده مهم جدا طبعا. كل لاعبتنا الحقيقه سلامتهم من الاصابات في التوقيت الصعب ده. طيب خليك تاخد نفسك شويه تسمح لي اروح طبعا استقبل كابتن احمد سيد كابتن فريق المريخ السابق، هيكون معانا على من خلال مداخله هاتفيه. كابتن احمد مساء الخير واهلا بيك دايما على شاشه الاهلي. مرحبا بك منير، مرحبا بضيوفك الكرام ومتابعي القناة. اهلا وسهلا. الحمد لله تمام، نحمدك يا رب. يا رب دايما. خليني ابدا معاك سؤالي بالسيناريو المتوقع من وجهه نظرك، مواجهه طبعا مهمه جدا بتجمع بين الاشقاء الاهلي والمريخ السوداني يوم الجمعه اللي جايه، كل فريق بيحتفظ باماله وبطموحاته وباحلام جماهيره في الوصول لابعد نقطه في دور المجموعات. سيناريو بالتاكيد هيكون مختلف عن المواجهه الاولى اللي اتكشفت فيها اوراق الفرقتين لبعضهم البعض، ازاي بتشوف المواجهه دي وايه الاختلافات اللي ممكن نتوقعها في مباراه الجمعه ان شاء الله؟ حقيقه والله يا كابتن احمد مباراه هي طبعا لا تقبل الجسم على الاثنين، الاهلي فريق صديق، فريق بيشق هذه البطوله يعني على مدار سنين طويله جدا جدا. هو امل البيجة في الموسم هذه البطوله على اساس انه بيشارك طوال في كاس العالم للانديه. المريخ الان يعني في عوامل ممكن تساعد الاهلي
انه المريض بيلعب هذه السنه خارج ارضه بعيد من جمهوره بعيد من الوطن. نعتقد انه المباراه ممكن تكون اضافه للاهلي للتخفيف من المريخ بظروف المحبه الان المريخ ما تعودنا اصلا انه المريخ يلعب خارج الارض. اكد لك تماما انه البطوله دي او المباراه دي لو كان داخل السودان انا الاهلي حيعاني معاناه شديده. نفس المباراه اللي كانت المباراه الاولى يعني في ملعب السلام الاهلي عانى ومعاناه شديده جدا جدا. كان المريخ ممكن يعني اقلها كان يطلع بالتعادل، لكن افتكر انه كان في تطريد من الجهاز الفني باخفاق الغيارات ما كان موفقه جدا جدا. فالاهلي قدر تحصل على الثلاثه بونت في 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 ملعب السلام. فبفتكر انه المباراه ما حتكون سهله بالنسبه للاهلي. الاهلي جاي خاطر من صن داون، المريخ خاطر من مد هنا الهلال تقليدي برضو، عنده انقاذات عنده طرد عنده بعض اللاعبين يعني ما كان جاهزين ما كان في الفورمه. المريخ ما مشارك في الدوري السوداني. الان الاسبوع العاشر في الدوري السوداني المريخ لعب مبارتين بس بالبدله يكون لاعبين كتار لما اشتركوا في المباراه دي على الدوري الممتاز. فده كله ما بقلل من المريخ ضد الاهلي المصري. انا بفتكر انه المريخ برضه ماشي بطموحات متينه. كلام كتير يا كابتن احمد في الفتره الاخيره اثير حول فكره عدم تواجد لي كلارك مع الفريق في مباراه الاهلي، كلام على هروبه، نفي الاشاعات دي وانه الراجل موجود وبيدرب الفرقه وهيكون موجود مع الاهلي في مع المريخ في مواجهه الاهلي. تاثير ده وردود الافعال عندكم في نادي المريخ على الاخبار دي وعلى اللاعبين كمان. هو طبعا ايوه هو كان حصل توصيه من رئيس القطاع من الكابتن عادل وجريشة انه وصى انه كان الماتش اللي جاي ده اللي هو مع الاهلي ده كان يمسك المدرب العام او يدير المباراه. حصل الظروف للاخ الكبير والاخ العزيز الكابتن ابراهيم حسين الغرومه بوفاه والدته ربنا يرحمها له. الله يرحمه. كان متواجد او ما حيتواجد في المباراه القادمه. كان في خلاف بين اعضاء مجلس الاداره على اساس انه يغيلوا المدرب، لكن طلع رئيس النادي وصرح انه المدرب حيكون موجود. والمدرب الان في الغائره، الان في المعسكر، الان عنده حصه تدريبيه الليل الصبح بس ولا مثل الليل برضه عنده حصه تدريبيه متواجد فيها. قدروا كبارات المريخ يسووا الاشكاليه بين القطاع الرياضي وبين مدرب الفريق بما بعد مباراه الاهلي. ما في وقت الان يحصل فيه صراعات انه المدرب ما هرب هو موجود ورئيس القطاع صرح بانه ممكن يمشي. يعني قال ممكن في اي لحظه انه المدرب ده بيمشي، لكن انا ما هو زول كابتن كبير كان لاعب المريخ برضه رئيس القطاع فصرح تصريح ناري جدا جدا. فقال المدرب ده انا ما حقدر اخليه يتصرف زي ما داير في المريخ، انا المريخ فيه من امره. وقال اجنبي ممكن وقت ما يروح بروح ما في حد يتكلم معه. فهو كان في شد وجذب الحمد لله الان يحتوي الموضوع. الان المدرب متواجد مع اللاعبين، فصل الموضوع بين اللاعبين وبين الاداره وبين الجهاز الفني. الان اللاعبين يتم الاستعداد، الان اللاعبين كامل معسكر المسير من الفتره السابقه متواجدين وفي قمه جاهزيتهم على اساس انه هذه مباراه يوم الجمعه تليق بسمعه الوطن، اول حاجه تليق بسمعه المريخ لانه هم الان يمثلوا الوطن. قصه الحضور الجماهيري كابتن احمد سيد اخيرا، وهل تم حسمها وعندك اي معلومات بخصوص فكره حضور جماهيري في المباراه من عدم؟ وانا عارف ان المريخ كان عنده رغبه ان المباراه تقام بدون اي حضور جماهيري، لكن هل في مستجدات؟ هل من الممكن انه يتغير الموضوع في الساعات اللي جايه؟ والله طبعا بتوقف على السلطات المصريه. رئيس النادي يعني اعلن انه مساء امس انه اعلن بانه في 4500 شخص انه بيطالب السلطات المصريه على انه يحضر المباراه بتاعت المريخ بيكون سند للجمهور. انت تعرف تعلم تماما انه مصر والسودان اشداء طبعا، كان يعني الجمهور بتوافق الان من لحظه غادر المريخ. الان الجمهور بتوافق من مباراه الخرطوم على الظاهره لازم انه خارتين دي المباراه بتاعت العبور بالنسبه للمريخ. اذا فقد هذه المباراه حيكون برا المنافسه تماما، انه المريخ حيكون بعيد. فالناس كلها في هم الاستعداد. والان انا بتحدث معك في بعض الاخوه مسافرين الان ماشيين على الظاهره على اساس واحد رئيس النادي حيعلن عن 4500 تذكره او طالب السلطات المصريه يسمح لهم بالجمهور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد سيد كابتن نادي المريخ كابتن فريق المريخ السابق، شكرا جزيلا طبعا
على مداخلتك معانا. كل الحقيقه امنياتنا طيبه للاشقاء السودانيين باقامه طيبه في مصر، واعتقد انه يعني دي بلدكم مش هقول تاني الحقيقه، لان احنا طول عمرنا بلد واحد. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون في يعني حظوظ اوفر في مباراه. كنت اتمنى انه الاهلي وفريق السودان يتاهلوا عن المجموعه، لكن طبعا قدر الله ما شاء فعل. رايك ايه سريعا فاروق في مباراه الاهلي والمريخ اللي جايه، واختلافاتها عن السيناريو المواجهه الاولى؟ يمكن هيبقى في اختلافات كبيره. الاهلي دلوقتي الدفاع عنده زياده شويه، خلاص موقفه اتأزم في المجموعه، بينافس على مركز واحد. كان المباراه الذهاب كان بينافس على المركزين الصداره. بنتفائل بالتاني في المجموعات. الاهلي ما بيفرقش معاه اول تاني، بالعكس الفرقه اللي هتقابل الاهلي هي اللي المفروض تتوتر، سواء اول المجموعات بعد كده او الفرق اي فرقه هتقابل الاهلي هي اللي المفروض تتوتر. الاهلي ما بيتوترش من الموقف ده. اعتقد خلاص الاهلي دخل في مرحله ان هو لابد من الفوز في المباراتين القادمتين، ولاعيبه الاهلي عودوا لجماهيرهم ان هم بيبقوا في اوقات الاحتياج الانتصار بيبقوا موجودين دايما. اعتقد ان مباراه سان داونز الاخيره كانت جرس انذار للنادي الاهلي. هكمل معاك كلامي على الاهلي والمريخ، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم في السادسه. طيب، في الكلام على الاهلي والمريخ وعلى اختلاف السيناريو في المواجهه اللي جايه، كنت لسه يمكن بدردش مع فاروق دلوقتي وقال لي يمكن نقطه اكتر من مهمه، خصوصا فيما يتعلق بالثلاثه دايما اللي في نص الملعب، اللي يمكن اتعودنا على مستر موسيماني بيبتدي بيها. يعني السنه اللي فاتت ما افتكرش ماتشات، يمكن باستثناء بعض الماتشات اللي لعبناها بره، ترجي مثلا. الترجي لعبنا الثلاثه في نص الملعب، لكن كانت الاستثناء مش القاعده. لكن يبدو ان مستر موسيماني السنه دي متبني الطريقه دي على انها تبقى القاعده. رايك ايه، وخصوصا كمان في ظل انه الثلاثه دول زي ما كنت لسه بتقول لي ما فيش ليهم بديل. هم ما فيش ليهم بديل. لو اتكلمنا على الثنائي عمرو السوليه وحمدي فتحي، طبعا هو الارهاق طايلهم سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. يمكن مستر موسيماني بيلجا للطريقه دي في الوقت اللي هو بيحتاج فيه للتحفظ شويه والتراجع الدفاعي، ودي محتاجه تقل، لان النادي الاهلي فلسفته على مدار تاريخه ان هو مش نادي ما ينفعش يتراجع، ما ينفعش تقدم بهدف وارجع الاعب ثلاثه في نص الملعب واسيب الكوره للخصم وارجع ادافع. الفلسفه دي لازم توصل لمستر موسيماني، ان الاهلي جماهيره حتى لو كسبت 1-0 ما بترضاش. الجماهير الاهلي دايما عايزه هدف واثنين وهدف، فانت ما بتلعب بثلاثه في وسط الملعب. انت بتامن دفاعيا، بس انت تقدر تامن دفاعيا بوجود ثنائي. انت بدات الموسم بشكل جيد جدا في وجود خماسي في خط الدفاع او خطه 3-4-3. شفنا مفاجاه ان هو بدا يغيرها لاربعه، رجع 4-2-3-1، بعد كده 4-3-3. انت بتحتاج حسب الخصم تحط اسلوب اللعب وخطه لعبك، ولكن النادي الاهلي دايما عدد اللعيبه المهاجمين لازم يبقى ازيد من لعيبه وسط الملعب الارتكاز. ما ينفعش العب ثلاث لعيبه بس مهاجمين وثلاث لعيبه في وسط الملعب. انا العب باثنين لعيبه، وخصوصا في المباريات سواء مباراه المريخ او مباراه الهلال، العب باثنين لعيبه في وسط الملعب. سواء بقى شوف هو هيفاضل ما بين ثلاثي صعب جدا الاختيار ما بينه. انا بصراحه لو مدرب هيبقى بالنسبه لي اختيار اثنين لعيبه ما بين ديانج وحمدي فتحي والسوليه صعب جدا، ويزود لعيب في مركز رقم 10. ده مركز مهم جدا عندنا في مصر. يمكن على مدار تاريخ الكره المصريه المركز ده عدى عليه لعيبه كتير جدا، اسماء كبيره جدا، فهو مركز مهم جدا. اللاعب الناشئ حتى في مرحله الناشئين بيلعب بالخطه دي. فالمركز اللعيب رقم 10 هو مهم جدا في الملعب. وحتى قفشه لما بقى يلعب وينج، وحتى شفناه ضد سان داونز لما لعب كوينج شمال او كلاعب متطرف شويه خارج ما بيبقاش هو قفشه. وحتى احمد عبد القادر ايام سموحه كان لعيب عمق ممتاز جدا. احمد عبد القادر يقدر يدي في الحتتين سواء جناح. وانت ايه رايك في انه ممكن، يعني ممكن في بعض الماتشات، مش بتكلم على ماتش المريخ، ماتش المريخ ليه حساباته تانية، لكن هل ممكن عبد القادر يلعب جنب قفشه في الحته دي في نص؟ يعني بدل ما بنلعب باثنين ديفندرات نقلبهم يبقوا اثنين في 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 باثنين وسط ملعب مهاجمين زي قفشه وعبد القادر، وراه مثلا نكتفي بديانجا او بحمدي فتحي؟ ده سيناريو وارد ممكن يتعمل؟ وارد طبعا. هقول لك ايه مشكله 4-3. احنا ليه يعني، هي مش خطه، هو خطه بتتلعب في اوروبا بشكل جيد جدا. يمكن جوارديولا بيلعب 4-3-3 قريبه من 4-1-4-1، لكن مشكله في مصر هنا لما بتلعب 4-3-3 بتلعب بلعيبه ما عندهمش الكفاءه ان هم يقدموا لك اولا صناعه لعب في منطقه الزون 14 او منطقه صناعه اللعب للمهاجمين. بتلعب بثلاثه ارتكاز، ما بيبقاش عندهم جوده في المراوغات. لكن انت لو لعبت باحمد عبد القادر وقفشه وما بينهم لاعب ارتكاز
ارتكاز قوي زي اليو ديانج هتقدر يبقى عندك تنوع كبير في وسط الملعب، وخصوصا ان انت هيجي عليك مباريات هتحتاج فيها الوضع متأزم، الاهلي متعادل، الاهلي محتاج ان هو يسجل، هتضطر ان انت تلعب بارتكاز واحد وقدامه اربع لاعبين وقدامهم راس حربه، ده وارد جدا. فلازم برضو مستر موسيماني زي ما عنده الفلكسبيليتي او المرونه ان هو يجرب خطط كتير، يجرب خطه ان هو يلعب بقفشه واحمد عبد القادر في عمق الملعب معاهم وينجين، سواء بقى بيرسي تاو، لويس ميكسوني او حسين الشحات او طاهر، وقدامهم محمد شريف او حسام حسن. بالمناسبه ده كلام مش مرتبط بالتكتيك وبالكره، كمان مرتبط بالسيزون لسه بيبتدي. احنا بنقول يعني اذا كانت الكره في اوروبا بتفنش على مستوى الدوريات او على مستوى مثلا البطولات القاريه، احنا عندنا الموسم هنا لسه بيبتدي، احنا لسه ما دخلناش في دور الثمانيه في افريقيا، ولسه ما وصلناش للمباراه رقم 11 او 12 في الدوري المحلي، فالموسم طويل، والثلاثه عشان يلعبوا كل الماتشات هيبقى حمل بدني عنيف، وما لهمش كمان بديل لا قدر الله حد غاب انذارين، حد غاب لا قدر الله اصابه، مش هيبقى عندك البديل اللي على نفس المستوى في المراكز دي، فمحتاجين يبقى في دول بالذات في بينهم روتيشن، كل مراكز ثانيه في عندك بديل واثنين تقدر تغير وتقدر تعتمد عليهم، لكن دول بالذات محتاجين ياخدوا نفسهم شويه. خصوصا يا احمد ان انت عندك اللعيب الوحيد اللي يقدر ياخد منهم، اللي كان هيقدر ياخد منهم هو عمار حمدي، وعمار حمدي اتعرض لاصابه طويله، وهي دي يمكن اثرت شويه، كان هياخد، كان خصوصا في فتره الارهاق اللي هم فيها كان هياخد منهم بشكل كبير. كمان نقطه مهمه جدا اتمنى الاهلي يتفاداها في المباريات القادمه هو تضييع الفرص السهله قدام المرمى. شفنا قفشه كوره واحده جت في العارضه كان هيقدر ياخد بيها ثلاث نقط ضد الهلال، شفنا حسام حسن بعد نزوله، يمكن حسام حسن طالب ان هو ياخد دقائق لعب، لكن جات له كوره في ماتش سان داونز كانت قادر كان ممكن يخلصها. فمهم جدا ان احنا الاهلي يستغل الفرص اللي تحت ان شاء الله. باذن الله كل التوفيق لنجومنا ورجالتنا ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه، وباذن الله الاسبوع ده وفتره الاعداد والراحه اللي خدتها اللعيبه تفرق معانا كتير جدا، وتخلينا نرجع مره ثانيه لمستوانا، ولو دخلنا المباراه دي بمستوانا ان شاء الله قادرين نخلص المباراه بمنتهى السهوله. بشكرك يا فاروق، بجريك انا عارف يعني بتطلع من الاستوديو معانا بتنك، بس بنستمتع جدا بوجودك معانا. شكرا يا حبيبي، نورتنا وشرفتنا. مبسوط ان انا كنت معاك النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم على كل خير، نتقابل السبت اللي جاي نبقى بنحتفل بثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار الحفاظ على بطوله حققناها 10 مرات ومرتين على التوالي. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل على شاشه الاهلي.